السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أورون في نجديسات، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي خواتاتي، ما تنسوش بارطاجوا الفيديو تاعنا وديروا لنا بتي لايك خاوتي باش تفاعلوا إن شاء الله يزيدوا القناة تاعكم بإذن الله. خاوة اليوم حنتكلم على موضوع مهم وهو مهم جدا، هو على الانحراف اللي صرا في الهيئات الرياضية الكروية، خاصة على الشكشوكة ولا الشخشوخة اللي غادي توقع في نهاية البطولة. نهاية بطولة على المقاس بحسابات ضيقة من أجل قضاء مصالح شخصية، والمهمة هذه شكون اللي هو المتهم فيها؟ هو رئيس الرابطة المنحرفة رومبو الرابطة وعمارة الفاف وكل المرتزقة تاع البيرو فيدرال اللي ما عندهم لا من لا ميثاق لا والو. اليوم غادي تشوفوا قال لك باللي القرارات تاع البيرو فيدرال البارح، قال لك منا الشامبيونات تبدا اكتوبر، منا خلينا بلا عادي ما عندنا ما عندها حتى اهميه. قال لك غادي لو 10 ان شاء الله يديروا لانديس، يديروا الترجيح لانديس شحال عاد من الماتش ويقسموا. ولكن اليوم كان لعبوا حسابات، امس لعبوا على واحد الحسابات، ولكن اليوم مباراه شباب بالوزداد مع شبه القبائل اخلطت كل الاوراق. كانوا ينتظروا في جياس كدير ماتش نيل ولا تربح في فاونت، ولكن اليوم شباب الوزداد ربح ربح عن جداره واستحقاق بصحتهم. شامبيون نقولوا بريسك واحد 80% اداتها سي ار بي بصحتهم، باسكو هما ولاو وسطيف سمحوا في كلش، لا غالب مسيرين هاويين، دخل سطيف دخلت في حيط وسي ار بي بصحتهم الشامبيون. لو كنا ننتقدوا ننتظر كاش رحمه تجي من لاكاف، نتمنى ان لاكاف تزيدهم اون شونس على خاطر المصريين، باسكو المصريين يكملوا حتى الفان اوت. نتمنى الكاف تزيد حتى الفان اوت باش الشامبيون تكمل، باش تتخلط على رومبو وعلى رئيس الرابطه، على رئيس الفاف المعين اللي راه يلعب في واحد اللعبات تاع الشواطين. للاسف للاسف راهم يلعبوا يحوسوا يديروا بروغرام، شكون ام دايرين كاع شكون اللي غادي كلاسي بريمي دوزيام تروازيام، شكون غادي يمثل نورمال. غادي اليوم نديرو مشكل كبير، هو رئيس الرابطه المنحرفه اللي حاب كاس الرابطه يردها كاس الجمهوريه دراع. قولهم بخويا كاس الرابطه على بيت يردها دراع، هذه كاس رابطه كاس الخرشف. قلت هذيك النهار نهار اللي جي اسكا كان عندي مشروع طار منا طاطا مع تنفسا، قلت لكم هذه كاس الرابطه كاس تاع خرشف. علاش راك تراسل في الرئاسه وتراسل في الام جي اس الوزاره ومنا ومن شنو ندير لا فينال تاع كاس الرابطه باسكو اللي قليل موافقه الدول علاه على هذيك كوب دانجيري؟ هذه كاس رابطه انت كريتها انت وانت انت وزطيوش ومشي كون مشي انت الشامبيون كراي كملت، باسكو انا من نهار الاول كنت ضد هذيك كاس الرابطه، باسكو كاس باسكو من تونا هذيك كاس الرابطه الشامبيونات روبورتات كملت تا غادي تكمل 21 اوت واسافوار، فهمت؟ نورمالمون هذيك كاس رابطه كاع ما كانش نورمالمون، كان كنتو انتيليجون الكاتريام هو يلعب لاكاف، تروازيام كا برومي دوزيام شامبيونز ليغ، تروازيام كاتريام يلعب كاس الرابطه وهنا تكمل هنا تخلص الحكايه. انت لا ندير رابطه كش حوس على افر تاع سبونسور ومن نعرض الام جي اس، نعرض كاش بريزيدونس، نعرض كي يقول لك كاش مستشار هذوك العصابه، باغي تعرض العصابه تحضر لافينا باسكو غير العصابه ما ملي باقي يهضروا كعصابه باقايا العصابه. ما انا مشي با شي دو بوفوار، انا نقول لك من دروك رومبو، ولكن انت الهدف تاعك هذا كاس الرابطه تحوس ردها حاجه كبيره باش تجيب لي زانفيتي تاعك وباش باش تخيط على الدوزيام موندا اللي غادي الانتخابات غادي تصرى لو فاوت هادي. وعمارة بدا يرقد لك، قالوا لي راه عطاك تمثيل في لاكاف. انا قلت لك برومبوزا ما غاديش ديرونجني، تبقى ولا ما تبقاش ما غاديش ديرونج، بس طونك جابوا عمارة والعصابه كاع باقيه انت واحد منها، زيد كمل عوده بالعود انت غير تاع بروغراماسيون بريستيج كلاب دي بان صاي. هذا ما كان لك روحك تيليكوموند في الصالون تاع لا ليغ وزي والله ما تعليقني رومبو. طيب بصحتك اقسم بالله زعما نديرونجا بلي زعما نديرونجا بلي رومبو يدير رابطه ما ديرونجينيش كاع، باسكو العصابه كاع راهي باقيه ما كان لا كيمين، بعد نهضرو على الكيمين بعد نهضرو على غاوتي يا حسره. دروك هذا بيسو رومبو الرابطه راهي باغي يردها اوفيسيال، يا قلنا بلي الناس راهي تموت، الناس الله يرحمها يوسع عليها ازمه كورونا، ما خصناش نديفيلو بهذه كاس الرابطه، هذه كاس الرابطه كاس تاع خرشوف، ما خصناش نديفيلو، الناس ماهيش لاهيه بهذه كاس الرابطه تاعك، كاس الرابطه تقدر انت تبروغراميها وحدك، ما راهيش منافسه كاع الجمهوريه باش دير زاكور مع ليطا، ما رابطه راك رسلت لهم دو فوا ما قيموكش،
ما با ما معناها روح دير على روحك، ما با ما قالوكش لا مشي وقتها، ودير انت راك بدي المشاكل. دروك جي اسكا خسروا اليوم، دروك من اللي غادي يقول خويا نلعب كاس الرابطه، باسكو درت حساب تاع الانديس، الانديس كوارث خاوتي، ولا حساب اللي درته كوارث عظمى، مصبوع نحسب ما لقيتهاش. جي اسكا اليوم خسرت مع السيرمي، جي اسكا تقول لك نلعب انا كاس الرابطه، باسكو جي اسكا لو كانت تكمل كيما هاك راحت لها المشاركه الافريقيه. جي اسكا راحت لها المشاركه. انا نقول لكم درت الحساب السيرمي الله يبارك عندهم 69 باسكو الانديس خاوتي يديروا شعار كاين من نقطه مقسومه على يقسم بايزو، عندك 65 قسم شحال لعبت من الماتش يخرج لك الفيرغول تاعك التنقيط تاعك. رسميا بنسبه 99% السيربي والصاورة هما يلعبوا رابطه ابطال اوروبا. نقول لكم علاه، السيربي عندها 69 مقسومه على 35 عندهم 1.97 ساي سيربي اوفيسيال. الصاورة عندهم اليوم عندهم 60 الصاورة غادي يروحوا سيرفي سيربي صاي معناهم ما يديروا ضمنوها غادي يروحوا لاز الصاورة، مي غادي الماتش نورمال يعطوه للصاورة ماشي يعطوه لهم زعما بالعاني، غادي يلعبوا بلا بريستيج. 62 الصاورة لو كان تربح تولي 65 على 35 تولي 1.85 تخسر مع السيربي تولي 1.77 دير 1.63 على 35 تولي 1.80 لونطون دو سيف غادي تجيب بسكرة ماتش كابيتال وار باسكو بسكرة راهم يلعبوا على الطيحة وبسكرة غادي يا رومبو صاحبك هو اللي غادي يجيب لك الرقاد هاي بسكرة اللي غادي تطب هي تكمل معاك على بالي على بالك شنو نهضروا على بالي علاش راك بانيها بانيها على خاطر ليكيب تاعك تاع شلف ما قيل قسما بالله ما عندي تاع علاقه مع هذه شلف يقعدوا يطيحوا يقعدوا ما عندي تاع علاقه الله يسهل عليهم. لونتون 65 تربح تولي 1.85 لو كان يكملوا اكزيكو ستيف تربح والصورة تربح صورة كلاسي الدوزيام باسكو الصورة رابحة في الصورة ودايرة الاكس في ستيف صاي دوزيام بلاس هي مضمونة دروك شوف ستيف شوف الصورة تربح صاي دوزيام بلاس اوفيسيال ليغ دي شامبيون عليها اليوم اليوم زرواطي ما دارش نش تكالما معليش ولا كاف دو مودتهم ان شاء الله بربي لا كاف تزيد تلوفا على خاطر واش على خاطر مصر وتزيد تكمل الشامبيون ما كان الهنديس لاعب دقال عمر بوزوال اروحوا ليزما دوك هما بيو على ليزما ليزما عندهم 56 يربحوا دو ماتش يقولوا سي 62 على 35 1.77 امبوسيبل كلاسي 3 صاي قلنا كاع الصاورة تخسر وستيف تخسر راهم 1.80 جي اسكا عندها دو ماتش روطار وهي سيكوند وخسرت اليوم تلعب في لوزما وتجيب تلمسان كاع تربحهم تولي 58 على 34 تولي وزيد تلوسوفيل مدية تروح للمدية واعرة المدية ما يتفاهموش معاهم جي اسكا نقولوا تربحهم في ثلاثة تولي 1.79 ما طيق قاعد تلحق تروازيام بلاس هنا جي اسكا ساي ما عندهاش كاع اون شونس كلاسي تروازيام روحوا لياسما لياسما 1.77 تربح ماتش واحد 1.68 تخسرهم تولي 1.60 ليزما الحال تاعها تكمل الشامبيون هكا ليزما هي خارجة تيري ما قلا ما تديهاش ما تقوليش كاتريان بلاس كاتريان بلاس قلتو بلي كاس دروك اليوم اي ليغ تختار لا دات تاع كاس الرابطه ديرها وحدك ما قالتلكش الدوله هادي منافسه هاويه قلنا بلي هادي درتوها غير بريسيج باش تدو لاكاف ما راهيش كوب دالجيري يا عبد الله كيف انت تسرس لا بريزيدونس راك بعقلك ولا اش راك تهدر يقولوا دي حكايتك وربي هذيك دي حكايتك باقي دروع جو بريسيج وتعرض ياتي لا جاك الام جي اس راه يجيك الام جي اس الله يجعل البركه والام جي اس داخل شوف ما يحكم ما يسوق ما عنده حتى بوفا باش يقول لك تدي لا ليغ ولا غادي تقعد رئيس رابطه والله ما عنده بوفا عبي بلي رومبو روح لاف وخلوط في اللجنه المركزيه لا بلي انت فور في الاف اضرب بدا على روحك تبغي بريستيج يا رومبو خويا تو عماره على بال شوف قول لي راك مليح مع شوشابيل خطره من كونتر شوشابيل خطره كونتر سائق الحافله خطره مليح مع سائق الحافله ما فهمت غادي تسمعوا التصريح تاع هذا الكرومبو تسمعوا غادي نهبلوا كاع شوف هذه يلعب على الحبلين كيما يقولوا ها رومبو شكون اللي يطيق لك ها رومبو سمعوا خاوتي واش قال رومبو اليوم في الراديو سمعوا لا تشامبيونز ليغ ولا كوب دو لا كونفدراسيون
il signe un engagement qui joue que 72 heures après le match, soit en Algérie, soit à l'extérieur. Si on veut avancer, il faut respecter la programmation. Il ne faut pas que les gens interviennent dans les dispositions réglementaires. Les 5 derniers matchs, il faut jouer avec minimum 8 joueurs seniors. On va l'actualiser, on va la mettre dans le site et on va appliquer la réglementation. Voilà. اسمع تا شقال قال لك باللي على الاقل لي زيكيب هادو اللي صايم باسكو مي غادي يديروا لانديس الناس غادي تولي تلفت كرعيها. قال لك اوما يلعبوا تمنيه ويلعبوا تمنيه راه مشكل يرفضوا كرعيهم نورمال هادو جواله نتوما راكم هادي غير نازيها هادي شامبيون ما فيهاش زيرو هادي ما فيهاش كاع نازيها الناس غادي تولي تبيع لتحت نورمال من بعد غادي نديروا لانديس والناس تدي مشاركه افريقيه هادوك اللي في الوسط يولي يبيعوا تاع الطيحه يبيعوا نورمال ارباح روح الله يسهل ارباح وانت تحوس دا تحوس جياس كا تربح تلمسان دوك جياس كما عندهم يديروا بالماتش جياس يقول لك انا لعبني ماتش لا ليك خويا باش نضمن مشاركه في كاس الكاف انا لعب لي لا ليك خويا وغادي تقعد تبريباري دوك جياس كتخسر في لوزما خاصك تخسر صاير كاع الحوض ميم تربح لي دو ماتش جياس كا راحت لها علاش جياس قالت لك اللي قلت لعبني الماتش تاع سكيكدا عرفت ما عطيتكش لعب الماتش تاع سكيكدا باسكو الاخر يقول لك لا لو ديس راهي في اللعب ان شاء الله الله كاف تزيد ودخلها لكم هنا باش كانت خشوا تيلي انت راك تحوج ياسك تصبح تلمسان باش تلمسان تلعب على الطيحه ولا تلمسان دارت الاكس انت راك راه عين مليله اي مادي حسب بلي راك خاسر خويا ودنا تاع شلفكم خاسرين في عين مليله الغالب شلف المطرق في عين مليله المطرق ومن بعد شي غادي تجيب شي تجيب لوزما او لوزما ساسبو تقول لك انا ساسبو لا كاف تزيدهم دير لي كون لا كاف تزيدكم دير لي لوزما تجي تكاعرك زايرك ماكش دام ميم با ما تربحش لي ماتش تا واحد كاين نهت في اللعب قادر انها تموتيفي الاسماء يا حسره وانت راك لعب على معاهم كاع تبقى لك الماتش تاع بسكره ها وبسكره غادي يلبس لها اللي خاصها في الصيف بسكره يكملوك على رمبو غارة ولا دخلت في حيط يا رب خويا ما عندي من ما عندي هنا نروح بك سموت وقال لهم باللي انغاجمون 72 ساعه انغاجمون قلت لهم كل عام تقول باللي انغاجمون وما كان انغاجمون لا والو دائما السير يمشي رابوتي نهار تنزانيا رابوتي تاع 20 جول ما لعبوش مع نمسيه انت تسمع التليفون ما كان صلى الناس ما دخل ما يعيطولش يعيطوا لك وتنباطح ما بكري باسكو راك بروحك راك باغي تكذب الرابطه بالانبطاح ما يعينوك باغي يجيب من الفوق لا ديسيزيون دونك تجيب ديسيزيون تاع الفوق من يعيطك تروبورتي على الماتش وتسكت سمو ديك لاسون زوجه On sera obligé de faire jouer les matchs d'abord en retard mm-hmm. et puis on termine les 35e, 36e, 37e et 38e journée, les 4 journées qui restent. On va essayer de les faire jouer les 3 matchs en retard, l'USMA d'Alger. Au lieu des 6, on va l'avancer le 3 et puis le match de l'OA de Tlemcen, le 6. Et puis on programme la 35e journée. La date, ça ne dépend pas de nous, ni la ligne professionnelle, ni la fédération. On attend toujours la validation de la date du 10 par le PM. Et on ferme. هيا هذه راسك يدير لاميتر يقول لك انا باغي نلعب كاس رابطه لو 10 وربك استغفر الله راك داير شامبيون لو 9 هيا فهمني شامبيون راك دايرها لو 9 ولو 10 باغي تلعب مكرا مع جي اس كامل يفهموا ولا لا مش غير كومبخي انا حاجه ما فهمتهاش انا كي باغي تلعبوا في 24 على الاقل كون لعبت شامبيون لو 6 لاعب الشامبيون لو 6 دروك كاس الرابطه اللي تلعبها لو 6 دراع اسكو جي اس قالت لك انا نشارك نلعب كاس الرابطه فهمني بصح ما عندكمش اللي جال في لاكاف عندكم غير الخرشف يا سي عندكم قاضبين اللي جاب صافي ما تحكوا ما تشكوا هو كون عندكم الرجال في لاكاف تكمل الشامبيون ويديروا في التيراج سور الا والبي تاع لاكاف والسي الا هو البرومي والبي هو الدوزيام وديروا السي والكات ونورمال سي ودي بصح ما عندكمش فيكم غير لسان رجال غير فينا غير في لاجيري رجال في لاكاف قنود عارف بنفيد قالوا بريستيج وصاي المهم انا نحكم منه وما تخرج لاكاف والو قعر ديرك حاشا قدركم هو انا هو غادي تروحوا وين وينكم راكم رايحين بهذا التبهدل يا رب وراكم رايحين وين راحوا بكم وين نقول لك حاجه يا رب ان شاء الله تدخلوا في حيط ان شاء الله ان شاء الله لاكاف تزيدكم بروموغاسيون على خاطر مصاربه على خاطر مصاربه انتم مش على خاطر توك توما ولا باسكو عندكم عماله غير تاع خرشف
وكاع شوف وليتو كاع وليتو كاع طفتو كي راكم طنزه في لي ريزو سوسيو مازال قاعدين ومن وبغيتو تحكموا ومن ايه فهمتي. المهم الله يسالك سرار ايكارتا صار ما غاشي طاقو بس كراس كارا فيك على بالك بلي على بالك بلي انت راك تضرب بتحوس طيحت لمسان والنهد ما تقدرش. اقرب المقربين للاسف في السقوط هي جماعه الشلف على خاطرك انت الناس حقدت ما عندكش كيب ما عندكش والله ما نتمنى لهم يسقطوا الله يسهل عليهم الله يسهل على كل واحد اللي يبغى يطيح يطيح ما عندي حتى ما عندي حتى علاقه في هذه الشغل المنحرفه غير ماني نشوف هذه الامور بطوله على المقاس كورونا انت تحوس ديال البريستيج كسر هي كسر رابطه دير ماتش منا تا 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 وعرض شويه اصحابك والله يسهل حي الناس راهي تموت الاكسجين انت تحوس ديال البريستيج هذه دي حكايتك عن بابك. المهم كل شيء تفضح كل شيء مزور عندكم الله يجيبها لكم ان شاء الله هذا الله يجيبها لكم ان شاء الله في هذه الدنيا كامكم مهبل لي سيبورتي مهبل الشعب. تحياتكم خوتي وانتم راجلين والسلام عليكم.